أهلا وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين بفقرة صحتك مع بيرلا ضمن برنامج يوم جديد. اليوم حلقتنا بتحكي عن موضوع خطير وهو موضوع خاصه بمرض السرطان. سبق وعملنا حلقات وتكلمنا عن شو معقول من المأكولات يكون عم بيأثر سلبيا لمرض السرطان وشو العلم بيّن بهذا الخصوص، يعني شو معقول مثلا طلع لنا اللحم الحمراء ممكن تكون عم تعلي ريسك السرطان إلى جانب التدخين واوا. هيدي الحلقة رح نكون عم نعدد عم بقرأ لكم كذا نوع من الدراسات اللي عملت واللي ثبتت العلاقة بين بعض من المأكولات وممارسة الرياضة والتدخين والسرطان. يعني عملوا دراسات على مدة طويلة ودراسات متعددة وصار فينا إذا بدكم نجزم بين علاقة بعض من المأكولات مع السرطان، طبعا ان كان ايجابيا او سلبيا. فاذا بتحبوا تعرفوا اكثر اسمعونا لانه رح نحكي عن كذا نوع من السرطان مع كذا نوع من المأكولات. رح نبلش مع حبوب الصويا. اذا حدا عنده بالعائله مرض سرطان الثدي ما بننصح يكون كثير عم يكتر اكثر من حصتين بالاسبوع من المنتجات الصويا، حبوب الصويا. ولكن بدراسة عملت اللونة الثانية اللي هي موجود مركب موجود بالصوي بينز أو بحبوب الصويا كان عم بيبين انه هو عم بيوقف تكاثر بعض الخلايا السرطانية. بدراسة تانية عملت بهارفارد هالمرة عن الفيتامين دي والألياف بيّنوا انه كمان لهم علاقة إيجابية مع تخفيف خطر سرطان الأمعاء الكولوركتل كانسر. وهون بيّن أنه الفيتامين دي إذا كان موجود بطريقة صحية بطريقة بنسبته منيحة بالدم مثله مثل تناول الألياف الدايم بيكونوا عم بيخففوا من نسبة الخطورة. أما إذا كنتم من الأشخاص المدخنين واللي بتاكلوا كتير اللحم الحمراء بكترة فرح يكونوا هالأشخاص معرضين أكثر من غيرهم لسرطان الأمعاء أو الكولون. بعد ما كانوا عم يتابعوا 424 و169 ألف سيدة من بعد سن الألف، يعني عم نحكي هون فوق 400 ألف سيدة على مدة 14 سنة. وهول أعزائي أنواع من الدراسات اللي فعلا منوثق فيهم ومننطر نتائجهم لحتى يكونوا عم بيصدقوا على شيء على فكرة علمية ناطرين نوثقها. وبال2002 تبين انه نسبة المرض من سرطان الثدي عم بيزيد 3 مرات اكثر اذا كانت السيدة عندها overweight او وزنها زايد. يعني الوزن الزايد كان عم بيؤدي ل 3 مرات اكثر خطورة موت عند السيدات المصابين بسرطان الثدي. هون كمان فرصة للجميع يكونوا عم ياخدوا القرار لنكون عم نشيل الوزن الزايد، لأنه إن كان خاصه بالسرطان أو ما عنا ريسك السرطان ولكن هو إلا ما يؤدي لنتائج سلبية على صحتنا. كمان بإنجلترا انعملت كمان دراسة عن السيدات وبين أنه الأشخاص اللي بيكونوا عم ياكلوا خضار وبقوليات أو حبوب بيكونوا أكثر شيء عم ياخدوا نسبة ألياف، لأنه الألياف موجودة أكثر شيء بالخضار والبقوليات. وتبين أنه خطر الإصابة بسرطان الثدي نزل 50% نسبة للأشخاص أو السيدات اللي ما عم يتناولوا بكثرة الخضار أو البقوليات. اللي بيتناول يومياً تقريباً 90 جرام من اللحوم الحمراء، ما عم بحكي هون سمك وما عم بحكي دجاج، عم بحكي اللحوم الحمراء، تبين انه بيزيد عنده بنسبة 15% خطورة الإصابة بمرض سرطان الأمعاء. أما اللي بياخد يومياً 30 جرام من اللحوم مش الحمراء، اللحوم الحمراء المصنعة، يعني عم نحكي بس 30 جرام من يا أما المرتدال على حبش، عفوا على لحمة، يعني عم نحكي هون اللحمة الحمراء إذا كانت مصنعة هوت دوغ حيالة نوع من الدلي ميت. 30 جرام يوميا زاد نسبة الإصابة بهالنوع من السرطان سرطان الأمعاء ب 49%. يعني قد ما فينا نبعد هالأنواع من اللحومات المصنعة المدخنة عن أطفالنا لحتى ما نكون عم نزيد هالنوع السرطان. واللي بياخدوا
والاشخاص اللي بياخذوا كثير لحمه حمراء. بالنسبه كمان للاشخاص اللي ما بياخذوا لحوم حمراء هون كان في تقريبا يعني بياخذوا 4 مرات اكثر من الاشخاص ما بتاخذ لحمه، كان عندها تقريبا كمان كان عندهم خطوره زادت ب 65% من الاصابه بسرطان الامعاء. وتبين انه الاشخاص اللي بيتناولوا بكثره اللحمه، اذا نحن قارناهم بالاشخاص ما بياكلوا ابدا او بياكلوا كثير قليل لحم الحمراء، كان ساعتها الخطوره ضرب 4، يعني 4 مرات اكثر عندهم خطوره اصابه بامراض السرطان الامعاء. وبعدنا بسرطان الامعاء، كان 56% اعلى عند الاشخاص اللي ما بياكلوا فواكه وما بياكلوا خضار، طبعا لاحتوائهم على الالياف اللي بتساعد لتخفيف هالخطوره، وكمان بيحتووا على مواد مضاده للتاكسد واملاح معدنيه وفيتامينات مفيده للصحه. الاشخاص اللي بيكونوا عم يتناولوا الثوم يلي هو كمان كتير مهم من الماكولات، كان عندهم 31% خطوره اقل باصابه سرطان الامعاء، و47% كمان اقل بالاصابه لمرض سرطان المعده اذا منقارنهم بالاشخاص اللي ما بيكونوا عم ياكلوا ثوم. هون عم نحكي يعني الفرق هو 16 جرام بالاسبوع مش اكثر من هيك. كمان 35 دراسه انعملت على مده 32 سنه بينت انه واكدت انه اللحوم الحمراء هي بتكون عم بتعلي خطوره الاصابه بكولوركتال كانسر او سرطان الامعاء. واكيد مثل ما قلت سبق وقلت، كل ما نحن نكون عم نصنعها، عم ناخذ لحمه مصنعه معلبه، كل ما يكون عم بيزيد هيدي الخطوره. ولما نكون نحن عم نقلي نشوي نعرضها لحرارات كثير عاليه او نعمل باربيكيو نشوي على النار هيدي اللحوم، عم نزيد ال HCA وال PCA هالبوليسيكليك اروماتيك هيدروكاربونز والهيتروسيكليك امينز، هالمركبين اللي هن كمان بلشوا يوصلون بزياده بامراض السرطان. اما بالنسبه للفيتامين دي، فانعملت كمان دراسه بينت انه الاشخاص او السيدات اللي هن عم يتعرضوا 3 مرات لاشعه بالاسبوع لاشعه الشمس من 10 ل 20 دقيقه ايديهم ووجههم، كان عندهم الفيتامين دي بنسبه كافيه بالدم. اما الاشخاص اللي ما بيكونوا عم يتعرضوا لأشعة الشمس أو اللي بيحطوا كتير سان سكرين أو اللي بيكونوا عم يلبسوا كمام طويل ما عم يتعرض جسمهم لأشعة الشمس، فرح يكونوا عم تنقصوا نسبة الفيتامين دي، وهالشي كمان رح يكون عم بيؤدي للأمراض مثل الشيخوخة، وهذا الشي كمان منه مفيد لأمراض السرطان. كمان هالدراسة كمان بينت انه مش بس الشيخوخة بتكون ابكر اذا نحن نقصنا فيتامين دي، ولكن كمان خطورة الاصابة بسرطان الثدي بتكون كتير اقل اذا معدل الفيتامين دي بالدم هو صحيح. وهون ما عم اقول للكل يقعدوا ياخدوا مكملات غذائية، لازم نروح نطلب من طبيبنا يعملنا فحص لنسبة الفيتامين دي بالدم، وعلى اساسه هو بيكون طلب منا قديش لازم ناخد. أعزائي الليسة طويلة، رح نبقى بحلقة مقبلة نكمل هذا الموضوع لأهميته لحتى نكون قد ما فينا عم نتفادى المأكولات والأمور اللي هي ممكن تؤدي لزيادة بأخطار السرطان. انطرونا بالحلقة المقبلة وأهلا وسهلا فيكم.